نوينو تيبل تو. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. دلوقتي يا ولاد، السونج اللي في اول الفيديو محدش يكمل الفيديو غير لما يكون حافظ السونج دي كويس قوي. طيب تعالوا اقول لكم ازاي نحفظ السونج بسهوله. انا دلوقتي النهارده هناخد تيبل 2، فهبدا ب 2، هبدا بنمبر 2. جوه دماغي وانا بحاول احفظ السونج ان انا دايما بقول 2 وبسيب ال 3، مش هي 2 3 4 5 6 7، فبقول ال 2 بسيب ال 3، فبقول 2 4 بعد after 4 5، فبسيب ال 5 بعدين بقول 6 after 6 7، بسيب ال 7 وبقول 8، يعني كأني بقول نمبر وبسيب النمبر التاني. فيلا نقولها تاني مع بعض للناس اللي حفظوها. 2 4 6 8 10 10 10 10 10 10 12 14 16 18 نوينو تيبل 2. اللي حفظ السونج يا ولاد، هنبدا بقى نيكست ستيب اللي احنا نعمل فيها ايه. هنبدا نربط السونج دي بالفينجرز بتاعت ايديا. هبدا اربط السونج اللي انا حفظتها بالفينجرز، يعني محدش يحاول يربط السونج بالفينجرز لما يحفظ السونج الاول عشان ما تكونش صعبه عليك. انا ايدي مقفوله اهي اللي حفظ السونج. ابدا اعمل ايه وانا بقول 2؟ بطلع فينجر نمبر 1، 2 2 4 6 8 10 10 10 10 10 12 14 16 18 نوينو تيبل 2. يعني يا ولاد السونج بربطها بالفينجرز، مع كل نمبر بطلع فينجر. اجين يلا مع بعض نبدا كلنا نطبق، كلنا ماسكين ايدينا كده وقافلينها ونبدا نغني مع ميس دودو. كل نمبر مع 1 فينجر. 2 4 6 8 10 10 10 10 10 12 14 16 18 نوينو تيبل 2. تمام يا ولاد؟ كده اللي حفظ السونج وربطهم بالفينجرز اقدر اقول له كونجراتيوليشنز، انت حفظت تيبل 2. ايه ده؟ فهتقولي ازاي يا مس دودو انا حفظت نمبرز، يعني ازاي انا كده حفظت تيبل 2؟ تعالوا اقول لكم ازاي يا ولاد. تعالوا اقول لكم اصلا انا ليه بحفظ تيبل 2 ولازمته ايه تيبل 2 اصلا، يعني ليه بحفظه، ليه بضطر احفظه. دلوقتي يا ولاد انا عندي 2 سيركلز. طبعا من الفيديو اللي فات اللي هو ذا مينينج اوف مالتيبليكيشن عرفنا دي 2 تايمز 1، لان ال 2 موجوده مره واحده بس. 2 تايمز 1 ايكوالز هما 2. طيب 2 تايمز 2 معناها ايه؟ معناها ان ال 2 موجوده 2 تايمز، ف 2 تايمز 2 ايكوالز هما 4، عددهم 4. طيب 2 تايمز 3 معناها ايه؟ معناها ان ال 2 ريبيتد 3 تايمز، فدول عددهم قد ايه؟ هم 6، يبقى 2 تايمز 3 ايكوالز 6. طيب 2 تايمز 4 معناها ايه؟ ان ال 2 ريبيتد 4 تايمز ايكوالز دول 8. طب 2 تايمز 5 equals 10، ان 2 repeated 5 times equals 10. 2 times 6 معناها ان 2 repeated 6 times، اهي 2 repeated 1 2 3 4 5 6. فلما نيجي نعمل 2 4 6 8 10 12 دول عددهم 12، يبقى 2 times 6 equals 12. 2 times 7 معناها ان 2 repeated 7 times equals 14. 2 times 8 معناها ان 2 repeated 8 times equals 16. 2 times
9 معناها ان 2 repeated 9 times equals 18. شايفين يا ولاد الانسرز؟ شايفين الانسرز كلها؟ الانسرز دي هتفوجوا ان هي دي السونج اللي انا حفظتها اللي هي 2 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12 14 16 18. Now we know table 2. يبقى انا بقول الانسرز، يبقى السونج بتاعتي اللي انا بغنيها هي الانسرز اوف تيبل 2. كده فاضل حاجة، مش انا قلت لكم هنربط السونج بالفينجرز؟ فين الفينجرز؟ الفينجرز اللي هي دي يا ولاد، ان انا ما بربط 2 فينجر نمبر 1، ان انا ما بقول 2 بطلع فينجر نمبر 1 معناها ان 2 تايمز 1. لما بقول 2 4 بطلع 2 فينجرز معناها ايه؟ معناها ان 2 تايمز 2. لما بقول 2 4 6 معناها ايه؟ معناها ان 2 تايمز 3 فينجرز. لما بقول 2 4 6 8 معناها ايه؟ معناها ان 2 تايمز 4 فينجرز ايكوالز 8 اللي انا بقوله. طيب اللي مش فاهم قوي تعالوا نشوف هنستخدمها ازاي في الاكسرسايزز. يبقى انا يا ولاد في تيبل 2 انا عارفه ان انا بغني سونج اوف تيبل 2، فالتول اللي موجوده الاول دي ما تهمنيش خالص، انا كده كده عارفه ان السونج بتاعتي هي تيبل 2. انا بربط ايه الفينجرز بالانسرز هي دي اللي بتهمني. فتعالوا نشوف اكزامبلز كده ونشوف هنطبق عليها ازاي الطريقة دي. لو جيت قلت 2 times 5 مش ميس دودو حفظتكو سونج؟ يلا بينا نقول السونج مع الفينجرز، بس اول ما اوصل لفينجر نمبر 5 اعمل ستوب. فهقول ايه؟ 2 4 6 8 10. معناها ايه؟ معناها ان 2 times 5 equals انا قلت ايه؟ قلت 10. يبقى الانسر is 10. طيب another one 2 times 7 طلعت الفينجرز اهو، نقول السونج لغاية ما اوصل لاني فينجر، اوصل فينجر نمبر 7. 2 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 12 14 انا وصلت عند فينجر نمبر 7 قلت ايه؟ قلت 14. يبقى 2 times 7 equals 14. طيب another one 2 times 1 انا كده كده مبقاش ليه دعوة بالتو، انا ليه دعوة اشوف اطلع على ايدي how many fingers وهقول which number اللي انا هقوله في السونج بتاعتي. ف 2 times 1 يا اما من الفيديو اللي فات اللي احنا اتفرجنا عليه قلنا ال 1 mirror، ف 2 لما تيجي تبص على الميرور هتطلع 2 يبقى دي على طول 2، اور ان انا اقول السونج بتاع التيبل 2. لما اجي اقول السونج بتاع التيبل 2 هقول ايه؟ هقول 2 اهو ده فينجر نمبر 1 اللي هي 2 تايمز 1 يبقى ايكوالز انا قلت 2. الانسر از 2 تايمز 3 هقول السونج 2 4 6 اوصل عند فينجر نمبر 3 يبقى الانسر اللي انا قلتها ايه؟ 6 2 4 6 يبقى the answer is 6. 2 times 9 يبقى انا عايز اوصل عند فينجر نمبر ايه؟ برافو عند فينجر نمبر 9. يبقى انا بقفل ايدي وبقول السونج اول ما اوصل عند فينجر نمبر 9 يبقى هي دي الانسر على طول. 2 4 6 8 10 10 10 10 10 10 12 14 16 18 اهم دول فينجر، دول 9 فينجرز. انا قلت ايه بالسونج؟ قلت نمبر 18. يبقى 2 تايمز 9 ايكوالز 18. الطريقه مش صعبه، لو ما فهمناش نعيد الفيديو تاني من الاول وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنفهم. خلينا بس نبقى متأكدين ان التيبلز في الاخر هي لازم تتحفظ،
انا مجرد بحاول وسيله ان انا بحاول ان انا اقول طريقه تكون سهله على الاولاد يحفظوا بيها. طيب هقول حاجه صغيره لبرايمري 2 اللي هم ان شاء الله رايحين برايمري 3، ممكن لو عندهم مشكله في حفظ السونج دي اقولها لهم بطريقه تانية. ايه هي؟ برايمري 2 يا ولاد اخدوا دبلز في الفيرست تيرم بتاع برايمري 2، اخدوا حاجه اسمها الدبلز. طيب مش هي ميس دودو لما جت قالت البروبرتيز اوف مالتيبليكيشن لما كان مثلا 2 تايمز 3 كانت هي بالظبط 3 تايمز 2؟ تعالوا نشوفها هنا كده اهو 2 تايمز 3 ال 2 ريبيتد 3 تايمز، ولما لو جيت عملتها كده هي بالظبط 3 تايمز 2 ان ال 3 ريبيتد 2 تايمز. طيب انا ممكن يعني 3 تايمز 2 اللي هي 3 بلس 3، مش انتوا حافظين من الدبلز ان 3 بلس 3 ايكوالز 6؟ اهو طلعت 6. يبقى انا ممكن نمبر 2 ده اعتبره ان هو بدل كلمه دبلز، يعني 2 تايمز 9 دبل 9 دبل 9 18 اللي هي بالظبط 2 تايمز 9 ايكوالز 18. 2 تايمز 6 اللي هي كانها دبل 6، دبل 6 از 12 اللي هو 6 بلس 6 ايكوالز 12. طب لو جيت قلت 2 تايمز 5 اللي هي كانها دبل 5 اللي هي 5 بلس 5، 5 بلس 5 ايكوالز 10. فانا ممكن اعتبر تيبل 2 كانه بالظبط الدبلز، لان انا ممكن اعمل تشينج للنمبرز اللي هي 2 تايمز 4 هي بالظبط 4 تايمز 2، معناها ان ال 4 ريبيتد 2 تايمز كانها 4 بلس 4. والناس اللي ان شاء الله هتحفظ الساونج اتمنى مع الحل الكتير كتير كتير كتير، يعني النهارده مثلا احنا حفظنا تيبل 2 نحل عليه كتير قوي، نخلي مامي تكتب لنا تيبل بس متلخبط مش بالترتيب، ونفضل احنا نقول السونج ونحل نقول السونج ونحل، مع الوقت هيبدا عقلنا يربط النمبرز بالفينجرز فيطلع الانسر على طول. تعالوا بقى ناخد زي ما متعودين 3 questions هوم ورك. write with me a 2 times 4 equals dots، 2 times 2 equals dots، 2 times 6 equals dots. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي في تيبل 3. باي باي.